أستاذ عبد العزيز، في البداية نحب نعرف إيه فوائد استخدام الغاز كوقود للسيارات؟ عندما الغاز الطبيعي وقود نظيف بيقلل الانبعاثات الضارة للبيئة، اقتصادي، بيوفر أكتر من 50% من استهلاك الوقود بتاع البنزين، متوفر عندنا، آمن جدا. الناس مهتمة تعرف تكلفة تحويل السيارات من العمل بالغاز التقليدي للعمل بالغاز الطبيعي. خلينا ناخد مثل عن العربيات السيدان الأكثر انتشارا في مصر. تكلفة العربيات السيدان بتتراوح من 5000 ل 7500 جنيه، ده غير شامل ضريبة القيمة المضافة. التكلفة ممكن تقسطها على سنة أو أكتر من سنة، وسنة بدون فوائد. هل السعر بيختلف باختلاف أنواع السيارات؟ يعني لو أنواع تانية من السيارات بموتور أكبر ربما بتكون التكلفة قد إيه؟ بالطبع يا فندم، هو بيختلف من عربية للتانية، وده بيبقى على حسب الفحص المجاني اللي احنا بيتم عندنا، اللي بنحدد فيه نوع طقم التحويل ونوع الاسطوانة اللي ممكن تركب في كل عربية. أستاذ عبد العزيز، خلينا نعرف الإجراءات المطلوبة علشان نعمل عملية التحويل، لو في أي وثائق معينة أو مستندات لازم نتقدم بها. الإجراءات بالنسبة لتحويل السيارات إجراءات بسيطة وميسرة جدا. كل اللي بنحتاجه من العميل صورة البطاقة، صورة رخصة السيارة، إيصال مرافق غاز كهرباء، وبيجي بيتوجه لمركز التحويل وبيتم التحويل في وقت يعني بيتراوح من 3 ل 4 ساعات. لو اتكلمنا عن أصناف العربيات، طبعا في عربيات زي ما قلنا قبل كده العربيات السيدان اللي أكثر انتشارا، في ميني باس، في أوتوبيسات كبيرة، في عربيات 4x4، إيه الفرق بين كل نوع من دول في عملية التحويل والتكلفة المتوسط التكلفة لكل نوع فيهم؟ كل عربية من دول بتختلف في محركها، في حجم الاسطوانة اللي ممكن يركب لها، يعني في محركات بتعمل بالكربراتير أو بالحقن المتزامن، دي ليها طقم تحويل معين وليها اسطوانات معينة، وده بيتم معرفته بعد الفحص المجاني اللي بيتم في مراكز التحويل بتاعتنا. وتكلفة التحويل بتتراوح من 5000 جنيه ل 7500 جنيه، ودي برضو بنحددها بعد الفحص. ممكن تقسيط التكلفة دي من سنة لحد 5 سنين، وممكن تقسيطها على سنة بدون فوائد خالص. مين البنوك اللي مشتركة معاكم، أو هل في بنوك مشتركة معاكم في عمليات التقسيط، ولا في التعاقدات بتكون بشكل مباشر ما بين مالك السيارة وما بين المحطة؟ بالفعل احنا مشتركين مع جهاز تنمية المشروعات في التمويل تحويل السيارات بالنسبة للجمهور المتعاملين معنا. إذا اتكلمنا عن طرق السداد المختلفة، نحب نعرف إيه شروطها والفايدة بتتحسب إزاي لو عميل قرر إنه يعمل عملية التحويل على سداد طويل على 5 سنين مثلا. السداد أو تكلفة التحويل بيتم سدادها عن طريق التقسيط من سنة حتى 5 سنين، سنة بيبقى بدون فوائد خالص، ممكن على من سنتين لحد 5 سنين بفايدة ميسرة جدا، وده بيبقى بالاشتراك مع جهاز تنمية المشروعات واللي بيوفر التمويل اللازم لأصحاب السيارات. أستاذ عبد العزيز، إيه حجم التوفير اللي بيحصل عليه مالك السيارة أما بيحول للغاز الطبيعي؟ مالك السيارة بيحصل على توفير كبير جدا، اللي بيتراوح تقريبا من 50 ل 60%، يعني بحسبة بسيطة جدا، لو المستخدم العربية بيستخدم 5 لتر يوميا هيوفر تقريبا في حدود 600 جنيه في الشهر، ولو بيستخدم 20 لتر يوميا من البنزين هيوفر حوالي 2400 جنيه في الشهر. دائما هناك مشكلة توافر محطات الوقود بالغاز الطبيعي، نحب ناخد فكرة عن مدى انتشارها في محافظات الجمهورية. هي احنا حاليا عندنا 224 محطة منتشرة على مستوى 22 محافظة،
وفي خطة طموحة جدا ان احنا نعمل ننتشر في جميع محافظات مصر وعلى جميع الطرق السريعة وفي المجتمعات العمرانية الجديدة. لحد دلوقتي قد ايه عدد السيارات اللي استقبلتوها على الاقل بالقياس على المركز اللي احنا موجودين فيه؟ هو حاليا احنا في مصر محولين 320 الف سيارة لحد الفترة القريبة دي او اللي احنا فيها دي، بس يعني الاقبال في الفترة الاخيرة زاد جدا، وخصوصا بعد ما الوعي زاد باهمية استخدام الغاز الطبيعي. يعني في اليوم الواحد بيجي لكم في المتوسط كم عربية عشان تعمل عملية التحويل؟ أكتر من 150 عربية تقريبا على مستوى الشركات. والوقت بياخد قد إيه علشان الموضوع كله ينتهي؟ تحويل السيارة بيستغرق حوالي من 3 ل 4 ساعات. أنا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا. شكرا جزيلا.